ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية والبرلمانيين ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والإفريقية وممثلي القطاع الخاص وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الفعاليات والجلسات النقاشية، وبتدور الجلسة الأولى حول استراتيجية الحياد التنافسي وأثرها على الأسواق. أما الجلسة الثانية فستعقد تحت عنوان الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية، بينما يدور النقاش في الجلسة الثالثة حول الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي. النهاردة هتسير مصر للطيران 17 رحلة جوية بواقع 10 رحلات القاهرة جدة و6 رحلات القاهرة المدينة المنورة ورحلة القاهرة الطائف، وده لنقل حجاج بعثة وزارة السياحة والتضامن والداخلية والعدل وتضامن المؤسسة والأليوبية وأسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء وبعثة الأوقاف وقرعة الغربية والترانزيت وحج أفراد وأجانب. النهاردة هتبدأ الحكومة في صرف رواتب شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 وعيد الأضحى، وحددت الفترة من 9 ل 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذاً في الاعتبار أيام الأجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.